شنو الوجوهات عليمة. بعد كل التضحيات التي قدمتها محافظة ذي قار بشكل عام ومدينة الناصرية على وجه الخصوص خلال الأشهر الماضية بعد انطلاق تظاهرات تشرين الأول في العام الماضي واستشهاد العشرات من أبنائها إلى جانب إصابة المئات في حوادث دامية مختلفة، ومن خلال العودة إلى الوراء قليلا نجد أن ساحة الحبوب وسط الناصرية كانت أيقونة الاحتجاجات في عموم العراق للمطالبة بالإصلاح والحقوق المشروعة لأبناء الشعب العراقي، وضمت العامل والكاسب والطبيب والمهندس والعجوز والطفل والمرأة إلى جانب شباب المدينة الثائر على الظلم. إلا أن مجموعة تدعي انتمائها للمتظاهرين في ساحة الحبوب قامت باقتحام مبنى مديرية صحة ذي قار والوصول إلى مدير الصحة وإجباره بالقوة على تقديم استقالته في مشهد مناف للسلمية التي أصبحت الصفة البارزة لمتظاهري ثورة تشرين الإصلاحية. مو حبر على ورق مثل المحافظ، يوم يطالع يوم يطاف. بدورها استنكرت وزارة الصحة هذا الاعتداء على من وصفته بقائد الجيش الأبيض في ذي قار والذي يقود جهود محاربة جائحة كورونا، مؤكدة إقامة دعوى قضائية ضد كل من اقتحم المبنى. كوادر صحة المحافظة أعلنت الإضراب العام احتجاجا على الحادثة، الأمر الذي استدعى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإصدار بيان يؤكد فيه أن ما حصل للكوادر الصحية في ذي قار لا يمثل الإصلاح، ليصف النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ذلك بالكارثة التي يجب أن لا تمر دون عقاب. انطلاقا من المثل الشهير الخير يخص والشر يعم، فإن هذه المجموعة الصغيرة أساءت لملايين خرجوا من أجل استعادة العراق من أيادي الفاسدين والسراق.